السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبايبنا، اهلا وسهلا بيكم. فيديو جديد مع جوري انجلش و جوري. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن الخضروات، زي ما اتكلمنا عن الفواكه والالوان والسلسله بتاعه الاطفال دي هنكمل النهارده. هنتكلم عن الفيجيتابلز، الخضروات اسمها فيجيتابلز عشان خاطر الناس بس تكون عارفه نطقها عامل ازاي، والاطفال برضه حبايبنا ما يقولوش فيجيتابلز ولا فيجيتابلز، هي اسمها فيجيتابلز. نحاول الاي اللي بعد الجي دي ما ننطقهاش، يبقى الخضروات اسمها فيجيتابلز. اول نوع عندنا هنبتدي بالخيار اسمه كيوكامبر، الخيار اسمه كيوكامبر. في عندنا القته بنقول عليها ايجيبشن كيوكامبر. الطماطم اسمها توميتوز. بتحب الطماطم يا اوجو؟ بتحب الطماطم؟ الطماطم لونها ايه يا اوجو؟ يلو. يلو طماطم صفرة. الطماطم اسمها توميتوز، توميتوز. والبطاطس اسمها بوتيتوز، بوتيتوز، تمام. وبالنسبه للكوسه او القرع زي ما بيقولوا ليه اكتر من اسم، في كلمه سكواش وفي كلمه ميرو وزوكيني وكورجيت، هم اكتر من كلمه يعني. طيب في عندنا برضو القلقاس اسمه تيرو، تيرو تي اي ار او. والسبانخ برضو ليها نطقين، ممكن اقول سبينتش ممكن اقول سبينج، من ضمن الكلمات الغريبه بنطقها شويه، السي اتش في الاخر بتنطق تشه وجا، زي كلمه الساندوتش اسمه ساندويتش وساندويتش، تمام. الجزر اسمه كاروتس، كاروتس عشان برضو الناس بتنطقه كاروتس. ما ننساش برضو البصل اسمه اونيونز، اونيونز، ما نقولش اونيونز نقول اونيونز، اونيونز اللي هو البصل. وبرضو عندنا البسله اسمها بيز، بيز بي اي اي اس. بالنسبه للبتنجان اسمه، وطبعا باسم اللغه العربيه اسمه باذنجان، اسمه ايج بلانتس، ايج كلمه ايج اللي هو البيض، وكلمه بلانت اللي هو النبات ايج بلانت. وليه كلمه ثانيه برضو اسمه اوبرجين، اوبرجين. ده كان الفيديو بتاع النهارده، ان شاء الله نتقابل في فيديو تاني مع جوري. ها جوري هنقول لهم بقى ايه؟ ها باي، هتوحشيني ايه؟ سوني بوكلا، سوني بوكلا. شكرا، كان معكم احمد النجار وجوري، اشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.